استقبل الطيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين اليوم أولى طائراتها من طراز إيرباص نيو 320 التي حطت في مطار البحرين الدولي بعد تسليمها من مصنع إيرباص في تولوز بفرنسا. وستقوم الطائرة بخدمة عدد من الوجهات الإقليمية لشبكة طيران الخليج. ورحب بالطائرة الجديدة في مطار البحرين الدولي عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وممثلي صناعة الطيران وأعضاء وسائل الإعلام. وقد حصل الطيران الخليج في وقت سابق من هذا العام على 3 طائرات بوينغ دريم لاينر، حيث تواصل مشروعها لتطوير أسطول طائراتها الذي سيشهد بنهاية العام 2023 ما مجموعه 39 طائرة جديدة. طيارة الدريم لاينر النيو الجديدة 320 إن شاء الله تفيد الجلفير من حيث وجود المحركات الجديدة بمواصفات جديدة. المواصفات هذه تكون في تحسين أداء المحركات ومن ثم خفض استهلاك الوقود. فالتوقعات في الطيارة أن توفر لنا المحركات الجديدة إن شاء الله ما يقارب 15% من الحرق الوقود بالمقارنة مع المحركات القديمة. بعدين الله يسلمك جسم الطيارة والتغييرات عليه وسووا له شوية تضبيط وتحسين، فإن شاء الله يوفر لنا بعد 5% ثانية بما يقارب المجموع حوالي 20% في التوفير. تمت شراكة طويلة المدى بين طيران الخليج وشركة إيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات، وكانت الناقلة الوطنية لمملكة البحرين ولا تزال مشغلا ناجحا للعديد من فئات طائرات إيرباص صغيرة الحجم والكبيرة للعديد من العقود. ونحن سعداء بتوجه طيران الخليج إلى تشغيل طائرات إيرباص من الجيل الجديد والتي تعكس الاستراتيجية الطموحة للناقلة الوطنية لمملكة البحرين وما ترمي إليه من تطوير مستدام على مستوى أسطول طائراتها وتنويع قاعدة وجهاتها حول العالم، وبما يتزامن مع قرب تدشين مبنى المسافرين الجديد خلال العام القادم. نحن متفائلون بمستقبل طيران الخليج في ظل تعاونها المثمر مع واحدة من أكبر مصنعي الطائرات على مستوى العالم مثلة بشركة إيرباص الأوروبية، مما يساهم كذلك في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة لآفاق أرحب من النمو والازدهار.